تشاهدون في هذه الحلقة. ازدحام في أسواق وشوارع تعز وتساؤلات حول أسباب غياب إجراءات مواجهة كورونا. موائد الإفطار الجماعي تقليد سنوي رمضاني تداوم عليه كثير من بيوت تعز. أجهزة بديلة للتنفس الصناعي ابتكار محلي في تعز لمواجهة نقص الأجهزة في مشافي المدينة. مشاهدينا، على الرغم من التحذيرات التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية بشأن تفشي وباء كورونا في اليمن، إلا أن إجراءات مواجهة المرض لا تزال دون المطلوب. ففي تعز التي أعلن فيها رسميا وفاة المصاب الأول بالفيروس، لا تزال السلطة المحلية تغض الطرف عن التجمعات في الأماكن المزدحمة والأسواق في ظل غياب أي من الإجراءات الأمنية لتنفيذ قرارات لجنة الطوارئ بالمحافظة. حركة الناس في أحد الأسواق الخاصة ببيع القات وسط مدينة تعز، ويبدو فيه النشاط اعتيادياً وطبيعياً. هنا يبيع الناس ويشترون غير آبهين بمخاطر الوباء، رغم تحذيرات السلطات الصحية المتكررة للسكان باجتناب الأماكن المزدحمة، وبعد أيام قلائل فقط من إعلان تسجيل حالة وفاة للمصاب الأول بفيروس كورونا في تعز. مع تسجيل أول حالة إصابة في تعز في وباء كورونا، كان الناس يعتقدون أن هناك سيكون اتخاذ قرارات احترازية يعني طبقها بشكل واسع، لكن ما هو ملاحظ أن الأسواق ما زالت مفتوحة بشكل عام، تجمعات الناس، أسواق القات أيضاً. شوارع المدينة تبدو على نفس الصورة، إذ ينشط فيها الباعة المتجولون وأصحاب وسطات بيع الخضروات، نشاط يبعث عند البعض الدهشة والاستغراب من سماح الجهات المختصة لتواجد مثل هذه التجمعات في شوارع رئيسية، ما قد يزيد احتمالية تفشي الوباء في ظل شكاوى القطاع الصحي من ضعف إمكانياته لمواجهة الفيروس. كلفت اليوم اللجنة الفنية في مكتب الصحة بالالتقاء بمجموعة من الأطباء الاستشاريين على مستوى محافظة تعز لتدارس التدخلات العلاجية التي يمكن يقدموها. لم نجد أي معالجات حقيقية للحد من الازدحامات، خاصة في أسواق القات يعني وبعض الأماكن الازدحام. هناك بدأت بعض التحركات ممكن في بعض المساجد، ربما أغلقت بعض المساجد، لكن مسألة الأسواق، أسواق القات والتجمعات السكانية لا زالت منتشرة، وهذا ربما يساعد في انتشار فيروس كورونا أكثر. ينظر آخرون إلى الأمر من زاوية مختلفة، ويؤكدون عدم قدرة الناس في تعز تجنب الأسواق في ظل ظروف المعيشة الصعبة، واعتماد غالبية الباعة على الأجر اليومي. والحل من وجهة نظرهم توازن في تنفيذ الإجراءات حال تحرك أجهزة الأمن. لابد أن يكون هناك قرارات عملية ووضع خطط وبرامج وسياسات للتغلب ومواجهة هذا الوباء الكورونا، وليس يكون هناك قرارات احترازية لمنع الناس وبقائهم في المنازل فقط، بل يمكن أن تتوفر لهم الغذاء وكل ما يستلزم لهم من احتياجاتهم المعيشية والجوانب الصحية. حضور الإجراءات الأمنية في تنفيذ قرارات لجنة الطوارئ فيما يتعلق بمنع التجمعات والأسواق قبل شهر أثناء تنفيذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من الوباء في تعز هو ما أثار الفضول ودفع بالسؤال حول المفارقة الغريبة. لماذا غابت إجراءات الأمن لمنع التجمعات حين حضر الوباء؟ و
ولمناقشة هذا الموضوع نستضيف معنا العقيد أنيس الشميري نائب مدير عام شرطة تعز. أهلا بك سيادة العميد. أهلا ومرحبا. لماذا حتى اللحظة لم يتم اتخاذ أي من الإجراءات الخاصة بمنع التجمعات تنفيذا لقرارات لجنة الطوارئ بالمحافظة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. عندما نتحدث عن الإجراءات التي اتخذت من قبل لجنة الطوارئ بالمحافظة، لابد أن نعمل في البداية في حسابنا أمور كثيرة. أبرزها أولا أن الوباء معروف أنه سيطول لفترة ليس لأسبوع ولا لأسبوعين ولا لشهر. جميع التقارير منظمة الصحة العالمية وتقارير الجهات الصحية في أعظم دول العالم تقول بأن الوباء سيستمر لفترة طويلة، ربما ليس في 2020 وربما يوجد لقاح العام القادم أو اللي بعده وربما بعد سنوات. بمعنى أن أي تدابير لابد أن تكون مواكبة أن نأخذها، نعمل في حسابنا لفترة طويلة. في هذا الجانب ندرس أمور كثيرة، وضعنا الأمني المعيشي الصحي في بلادنا، وضع تعز خصوصا. فإذا نظرنا لوضع مثلا تعز من ناحية التجمعات والازدحامات، سنجد أولا تعز فيها 100,000 يسكنها، ما يقارب المليون، في مساحة لا تتجاوز 3 كيلومتر مربع، مساحة محدودة، المدينة محاصرة، المعيشة صعبة جدا فيها. لكن هنا جداً. نعم. بعيدا عن هذه كلها، بغض النظر عن هذه الأمور، لكن الأسواق بما فيها أسواق القات، أليس من الأولى أن يتم إغلاقها، خصوصا أنها تعتبر أكثر الأماكن ازدحاما داخل المدينة ولا تؤثر على معيشة الناس؟ صحيح، تؤثر على الناحية، تؤثر على معيشة الناس، تؤثر على قطاع كبير، أو على الأقل نقلها خارج المدينة. هناك تدابير أخرى ممكن اتخاذها. موضوع نقلها خارج المدينة، هنا درس هذا الموضوع من ذو البداية، من قبل شهر ونصف. لدينا في تعز 6 أسواق رئيسية للقات و8 أسواق صغيرة فرعية، وكلها في مساحة صغيرة جدا محدودة، من منتصف المدينة الشارع المركزي إلى بئر باشان. جميع هذه الأسواق في هذه الأماكن يرتادها 10,000، صحيح مزدحمة جدا، وفي حال انتشار الوباء لا سمح الله هي مصدر من المصادر اللي ستكون أساسية في انتشار الوباء. عملنا إجراءات في البداية بنقلها ربما قبل شهر إلى خارج، إغلاق الأسواق وتوزيعها. النتيجة كانت أن المدينة أصبحت سوق كامل. أخرجنا الأسواق، أخرجنا البائعين للقات إلى خارج، وزعناهم في الشوارع الرئيسية والفرعية وفي الحارات. كانت النتيجة أن المدينة أصبحت سوق كامل. المدينة ضيقة وصغيرة جدا. أنا فعلا كان اقتراحي أنها تغلق من المنافذ كاملا ويمنع الدخول. وجد هنا في كثير، هل بنقدر نتحمل موضوع إغلاق أسواق القات ومنع دخوله تماما لأشهر طويلة؟ لكننا نتحدث الآن عن تسجيل حالة وفاة بهذا الفيروس، ألا تأخذون في الاعتبار إغلاق الأسواق ومنع التجمعات على محمل الجد بالقوة؟ موجود محمل الجد، وصدر قبل أسبوع القرار المحافظة بالإغلاق، وربما أغلقناها أمس وأول أمس، لكن أن كانت النتيجة خرجوا خارج في المدينة وأصبحت المدينة مزحومة تماما. موش موضوع إغلاق الأسواق، موضوع منع دخول القات هنا. إذا كان المقصود عدم يعني تواجد البائعين القات وتشكيل الازدحام، هنا يمنع القات. أنا مع هذا الموضوع تماما، يمنع دخوله تماما. ما الذي يعيق تنفيذ هذه الخطوة؟ ربما هناك، أنا أقول السلطة المحلية تدرس هذا الموضوع في خلال هذا الأسبوع إن شاء الله، لأن الموضوع يتعلق في ضرائب، في 10,000 لهم مصدر دخل من هذا القات، من بائعين، من وسطاء، من مزارعين، ولفترة أشهر. كما قلت لك الوباء بيستمر لفترة طويلة. موضوع إخراجه خارج المدينة، هل هذا يبرر التضحية بحياة ملايين الناس داخل مدينة تعز بحجة هذا لا يبرر أن القات يعتبر مصدر دخل؟ هذا لا يبرر، وأنا مع إلغاء القات تماما دخوله. نعم، لكن لابد من وضع إجراءات معينة وبديل كامل يعني للمعيشة الناس، لإجراءات نتحمل مصادر الضرائب يعني التي بتفقد،
أشياء كثيرة بتروح دخل مزارعين، دخل بائعين، دخل وسطاء، دخل أجور السيارات، هذه بتأخذها لفترة طويلة لأشهر. الآن هذا القرار هو لا يوجد، أنا أقول غير هذا الحل، لأن جربنا حلول أخرى، إغلاق الأسواق وتوزيعهم بأماكن أخرى، هذا الحل فاشل. هل تم طرح سيادة العقد، هل تم طرح هذا الحل على السلطة المحلية؟ طرح تماما ورفعته خطيا في أول أسبوع في أول أسبوع، وعيد نقاشه في هذا الأسبوع. ربما أنا أقول للمرة يعني مباشرة بأنه هذا الموضوع لابد أن يتم منع دخول القطوة، وأنا مؤيد لهذا الكلام. نعم. هذا هو رأيي. أما موضوع برضو تركتي موضوع أنه تخرج الأسواق خارج المدينة، أين تخرج؟ المدينة محاصرة من كل الاتجاهات، ما فيش أي مجال آخر، أين غريها؟ ششكل برضو بؤر ازدحام شديدة جدا وأكبر، وسأخلق عبء على الطرق والمواصلات، ليس معنا غير قط الضباب هو الوحيد. فالحل الوحيد بموضوع أسواق القات هو منع دخول القات مباشرة من المنافذ. هل لديكم أيضا خطط للتعامل مع الوباء، بما في ذلك تنفيذ حظر للتجوال في حال تطلب الأمر، خصوصا مع التفشي الكبير الحاصل للفيروس؟ نعم، طرح هذا الموضوع ورفعت خططنا بهذا الكلام منذ تاريخ 22/3 في بداية تشكيل لجنة الطوارئ. وطبعا يتوقع الآن إذا زاد أن يفرض حظر التجول بالتعاون ما بين الشرطة وما بين الجيش الوطني في المدينة، لابد من هذا الإجراء. هو المشكلة الآن إلى الآن لم يوفر أدوات السلامة للجهات الأمنية، إلى الآن لم نستلم أي قطعة، لا كمامات، لا جوانتيات، لا بدلات السلامة. هذه مشكلة كبيرة تشكل عائق لنا كبير جدا. الآن الحالة هذه اللي توجد الآن، يبلغ عن حالات مثلا تأتي فرق الاستجابة من مكتب الصحة سريع، لديهم عدد محدود جدا طبعا، حتى بالنسبة لمكتب الصحة ربما كمية محدودة جدا، الذي لديهم أدوات السلامة. يصل بجانبهم من الشرطة ليس لديهم حتى كمامة واحدة، لم نستلم أي شيء إلى الآن. هنا سيشكل أنا أقولها انهيار إذا استمر الوضع هكذا ولم نحصل على ما أوفر للفرد عندي أدوات السلامة. هي أيضا دعوة توجهها سيادة العقيد لتوفير أدوات السلامة للجهات الأمنية قبل والجهات الطبية على حد سواء، العمل مشترك أيضا وتكاملي بين الجهتين. العقيد أنيس الشميري نائب مدير عام إدارة شرطة تعز، شكرا جزيلا لتواجدك معنا. مرحبا بكم من جديد. تحافظ الكثير من البيوت في تعز على عادات وتقاليد اجتماعية مميزة في مجال الخير، لا سيما في شهر رمضان، وتعد مائدة الإفطار إحدى هذه العادات التي دأبت بعض الأسر على تحضيرها ودعوة الصائمين إليها طيلة الشهر الفضيل. نتابع. كثيرة هي العادات والتقاليد الرمضانية في تعز، والتي لا يزال يحافظ عليها الكثير. فالمائدة الرمضانية واحدة من هذه العادات التي تداوم بعض البيوت في تعز على تقديمها خلال أيام الشهر الفضيل، بعد أن تكون قد استعدت لها منذ وقت مبكر. حتى إذا حضر شهر الخير، فتحت هذه البيوت أبوابها واستقبلت الصائمين للجلوس على مائدة إفطار جماعي، تترسخ قناعة لدى أصحابها بأنه يحل معها الخير والبركة والأجر الجزيل. عند هؤلاء يعتبر تقديم مائدة للإفطار الجماعي في رمضان من الواجبات التي جرت العادة عندهم على تقديمها أو توارثوها عن الآباء والأجداد، وظلوا يداومون على إعدادها وتجهيزها، ومن ثم دعوة الصائمين للإفطار سواء القريب أو البعيد والمحتاجين وعابر السبيل. هذه عادات عندنا طبيعية يعني من زمان، إطعام الصائم، الأصدقاء والعابر سبيل.
ما يرجعش حقها. كل الناس يقول مائدة مفتوحة، بيت بيت عبد الواحد مفتوحة لكم من بيت، لكم من بني آدم يقول يتعشوا هنا، يقول عابرين سبيل للأصحاب وللكل. يجتمع المدعوون على المائدة الرمضانية والتي يقدم فيها عند الإفطار حبات من التمور والشفوت الذي هو عبارة عن اللحوح المخلوط باللبن، والشربة من تلك المحضرة من حبوب القمح أو الحمراء أو المعمولة بالخضار. كما تقدم في هذه السفر عصير الليمون ومشروب القهوة الساخن وأنواع أخرى من العصير والتي يحتاجها الصائم لإرواء ظمأه. من الضروري ما تتوفر في مائدة الإفطار بعض من العصائر كالليمون والتانج والفينتو لكي يعوض الجسم ما فقده أثناء الصيام. عند العشاء يحرص أصحاب هذه الموائد الرمضانية على توفير الوجبات التي تحتوي البروتينات والنشويات والسكريات، وتقدم في هذه المائدة صحون من الأرز والفتة والهريش والسلتة والعقدة والسلطة والفلفل وغيرها من المكونات. كما تحضر في مثل هذه الموائد صحون الحلوى كالكراميل والمهلبية والجيلي. برضه من الضروري وجود بعض الحلا مثل الكراميلا والجيلي زيادة السكر لكي يعوض الجسم من فقدان السكريات أثناء الصيام. هذه المائدة تقليدية سنويا نقومها هنا في شهر رمضان للأهل والأصدقاء. لا يقتصر عمل الموائد الرمضانية على المنازل فقط، بل يتعدى الأمر ذلك، حيث يقوم فاعلو خير وبعض المؤسسات إلى عمل وجبات سفري وتقديمها إلى المستحقين، كما هو الحال في هذا المطعم والذي يحصل على عقود لإعداد وجبات السفري. من بداية شهر رمضان نقوم باستقبال جميع طلبات واحتياجات المنظمات والجمعيات خلال شهر رمضان، ونقوم بالإعداد يومياً، ومن خلال ذلك الإعداد نقوم بتسليم كل الكمية حق الجمعية حق المنظمة، والمنظمة هذه تقوم بتوزيع الاحتياجات حق المحتاجين للمساكين والفقراء وجميع الناس اللي يوم يريدون هذه وجبات الإفطار. وجبات إفطار ساخنة للمواطنين المتعففين والفقراء وأشد فقرا، من وجبات والداعمة من جمعية حب اليمن، نستهدف عدد 100 حالة. يعتبر شهر رمضان موسم خير، حيث يغتنم الكثير في تعز هذا الموسم في تقديم موائد إفطار عامرة، غير أن تأثيرات الحرب وتداعياتها على الحالة المعيشية للمواطن، إضافة إلى المخاوف من تفشي فيروس كورونا، أسهم بشكل كبير في الحد من هذا العمل الخيري الذي يستفيد منه كثير من المستحقين. قدم طلاب في قسم الميكاترونيكس بكلية الهندسة جامعة تعز 3 نماذج ابتكارية تحاكي أجهزة التنفس الصناعي، ويعتبر طلاب هذه المشاريع مساهمة منهم في مواجهة نقص الأجهزة بالمستشفيات في إطار مواجهة الوباء المستجد. ما كان لطلاب الميكاترونيكس في كلية الهندسة بجامعة تعز أن يقفوا موقف المتفرج
وهم يسمعون أصوات استغاثة الأطباء في المستشفيات لتوفير أجهزة تنفس صناعي وتحذيراتهم المتكررة من كارثة صحية جراء افتقار مستشفيات تعز لأجهزة التنفس في ظل مخاطر وباء كورونا. استنفر طلاب هذا القسم طاقاتهم وبذلوا جهودا مضاعفة حتى توصلوا من خلال 3 مجموعات عمل إلى إنجاز 3 مشاريع هي عبارة عن نماذج لأجهزة التنفس الصناعي، الهدف منها كما يقول الطلاب توفير حلول وإيجاد بدائل لمواجهة افتقار مستشفيات تعز لهذه المعدات الطبية التي يحتاجها المرضى المصابون بفيروس كورونا. بدأت الفكرة عندما علمنا أن فيروس كورونا يصيب الجهاز التنفسي للإنسان ويفشل عمليات التنفس، فقمنا بعمل دراسة استقصائية لمعرفة عدد الأجهزة المتوفرة والموجودة في المحافظة، فوجدنا أن الأجهزة لا تكفي لعشر مصابين. عبارة عن جهاز تنفس صناعي بسيط يعمل بميكرو كنترول أردوينو وكيباد، يمكن يتحكم بكمية الهواء عن طريق الزاوية التي يتحركها الموتور، وأيضا مجموعة من القطع مثل الموتور وأنبوب باج وقطع أخرى. وفقا للقائمين على هذه النماذج فإن 2 من هذه الأجهزة تعمل بالطريقة الميكانيكية، بينما حظي أحد هذه المشاريع بالتطوير وأصبح يعمل بالطريقة الإلكترونية من خلال ربطه بشاشة بيانات تتحكم بكمية الهواء وتقدم قراءة حول حجم التنفس بالدقيقة. هذا الجهاز يصلح بحالة أنه صار طارئ، يعني الجائحة في محافظة تعز نحن نستخدمه في العناية المركزة. وطبعا معنا 2 جهاز ميكانيكي، والان شاب تطوير الكتروني وعلى شاشه وبيانات توضح حجم النفس ونسبه التنفس في الدقيقه. يقول الطلاب إنهم حرصوا على توفير الوقت في مشاريعهم من خلال اعتمادهم على المواد المتاحة الموجودة في تعز لإنتاج مثل هذه النماذج. اخترنا يعني نماذج لتصميم مناسبة، وكان معنا 3 نماذج مناسبة لتناسب القطع المتوفرة في محافظة تعز. حاولنا من تطبيق تصميم آخر أكثر أثبتة، لكن القطع المكونة له غير موجودة في تعز وطلبناها من صنعاء، وللآن لم تصل بسبب الحصار المطبق على مدينتنا والإجراءات الأمنية بسبب فيروس كورونا. هذه المشاريع التي جاءت في الأساس بهدف إنقاذ حياة المرضى ومدهم بالأكسجين يتحدث أصحابها عن جهود مضنية تقف وراء الإنجاز، مشيرين إلى أنها رأت النور في ظل إشراف أكاديمي وطبي. من الناحية الطبية فقد أشرف علينا الدكتور طلال الصوفي المتخصص في التخدير والإنعاش، وقد أجرى على الجهاز اختبارات من خلالها يتم تحديد كفاءة الجهاز وصلاحيته للاستخدام، فكانت النتائج إيجابية والحمد لله. نطمح لإقامة ورشة عمل لكي نستطيع عمل أجهزة أكثر دقة تكون مناسبة ضمن المعايير الدولية. يؤكد أحد الأطباء في تعز إمكانية استخدام هذه الابتكارات في غرف العناية باعتبارها حلولاً لمواجهة نقص أجهزة التنفس الصناعي. الجهاز عملي جداً، هذا من الأجهزة الأولى عملية جداً ميكانيكية تقدر إنه تنقذ حياة المريض، يعني المريض وصل مش قادر ياخذ نفس، هذا الجهاز باستطاعته انه يعطي المريض الاكسجين اللازم. طلاب قسم الميكاترونيكس بجامعة تعز قدموا خلال الاعوام الدراسية الماضية نماذج علمية متميزة في عدد من المجالات، غير ان انعدام التشجيع وغياب الدعم هو ما يقف عائقا امام مواصلة تطوير الابتكارات وصولا للاستفادة المرجوة.
إلى هنا مشاهدينا الكرام نكون وإياكم قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة بمواضيع شيقة ومتنوعة. دمتم وفي أمان الله. أحس مدينتي نعم المدينة، سقاها الصبح نسبته ولنا. أحس مدينتي نعم المدينة، سقاها الصبح نسبته ولنا.